بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبنائي التلاميذ. نواصل هذه السلسلة من الدروس، واليوم مع الظاهرة اللغوية ومع تتميمة درس الاستثناء. فقبل ذلك، ما هو الاستثناء؟ الاستثناء هو إخراج الاسم الوارد بعد إلا أو إحدى أخواتها من الحكم السابق، ومعناه أن الجملة التي يرد فيها أسلوب الاستثناء تحتوي على حكمين: حكم بعد أداة الاستثناء وحكم قبلها. فالمستثنى الذي تم إخراجه بواسطة أداة الاستثناء يكون قد تم استثناؤه من الحكم الوارد قبل أداة الاستثناء. أدوات الاستثناء أبنائي التلاميذ، ذكرنا أدوات الاستثناء المبرمجة عليكم هذه السنة، وهي إلا، غير، سوى، عدا، خلا، حاشا. وقلت لكم هناك أدوات أخرى تجدونها في كتب القواعد، وهي ليس، ولا يكون، ولا سيما، وبين. أيضا الاستثناء له أركان، أركان الاستثناء أو عناصر الاستثناء، وهي المستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى. وأبنائي التلاميذ، هذه الأركان مهمة جدا، لابد أن يتم تحديدها في الجملة، وذلك لأن إعراب المستثنى بإلا يتوقف على وجود من عدم هذه الأركان. فعندما تتوفر الأركان يعرب الاسم الوارد بعد إلا على وجهه، وعندما ينقص ركن من الأركان وهو المستثنى منه ويسمى بالكلام الناقص، أيضا يعرب الاسم الوارد بعد إلا على وجه آخر. إذن مهم جدا أن نتعرف وأن نحدد هذه الأركان في الجملة الواردة في أسلوب الاستثناء. ومن هنا أبنائي التلاميذ، كنا قد حددنا أو ذكرت لكم صورا للاستثناء، صور الاستثناء أو أسلوب الاستثناء. الصورة الأولى أن يكون الكلام تاما مثبتا، بمعنى أن تذكر العناصر الثلاثة زيادة على تمام الكلام، فإن الجملة خالية من النفي فتسمى مثبتة وتامة. هذه الصورة الأولى. وعلى ضوء هذه الصورة المكتملة، يعني العناصر الثلاثة موجودة زائد أنها مثبتة، يعرب الاسم الوارد بعد إلا مستثنى منصوب. يعني من خلال صورة الاستثناء يتوقف إعراب الاسم الوارد بعد إلا. الصورة الثانية، وهي أن يأتي الكلام تاما، أي العناصر الثلاثة مذكورة موجودة في الكلام، إلا أنه يكون منفيا مسبوق بأداة نفي: ما، لن، لم، لا، إلى غير ذلك. وفي هذه الحالة أيضا، على ضوء هذه الصورة أيضا، يظهر لنا إعراب الاسم الوارد بعد إلا، وحكمه جواز النصب على الاستثناء أو الإتباع على البدلية. يعني عندما يكون الكلام تاما منفيا، فإن الاسم الوارد بعد إلا يعرب مستثنى منصوب أو بدل تابع. وأبنائي التلاميذ، هنا عندما أقول بدل تابع، فإنه يمكن أن يكون مرفوعا، ويمكن أن يكون منصوبا، ويمكن أن يكون مجرورا، وهذا حسب ما قبله، لأنه يتبع المبدل منه. يعني إذا جاء المبدل منه مرفوع سيكون مرفوعا، وإذا جاء المبدل منه منصوبا سيكون منصوبا، وعندها يوافق المستثنى فيذكر على وجه واحد أنه منصوب، لكنه يعرب على وجهين: مستثنى منصوب وبدل منصوب. وأيضا يمكن أن يكون مجرور، وهذا عندما يكون المبدل منه مجرور. الصورة الأخيرة أبنائي التلاميذ في الاستثناء بإلا، أن يكون الكلام ناقصا، وقلت إن الكلام عندما يكون ناقصا يلازمه النفي. يعني إذا كان ناقصا، ما معنى ناقصا؟ أولا أن العنصر الذي يمسه الحذف هو المستثنى منه، فيصبح ناقصا، وعندما يكون ناقصا يلازم، ننتبه إلى الأمر، يلازم النفي، فلا يكون إلا منفيا. وهنا يترتب عليه أن يعرب الاسم الوارد بعد إلا حسب موقعه في الجملة. هذا أبنائي التلاميذ فيما تعلق
أو ما تعرض له في الحصة الفارقة حول الاستثناء بصفة عامة وحول صور الاستثناء بإلا وحول إعراب المستثنى بإلا. إلا أنه إلا قلنا عنها أداة تعرب أداة استثناء إذا كان الاستثناء حقيقيا، وتعرب أداة حصر وقصر إذا لم يكن الاستثناء حقيقيا، يعني إذا خرجت الجملة من الاستثناء إلى الحصر هنا صارت إلا أداة حصر، وإذا بقيت الجملة تفيد الاستثناء فإن إلا تعرب أداة استثناء. كنا أيضا أبناء التلاميذ ختمنا كلامنا بوقفة تقويمية من خلالها أردنا أن نختبر أنفسنا في مدى التحصيل في هذا في هذه المعارف. فقلت لكم أعلم الجملة أو الجملة التالية: ما محمد إلا رسول. وكنا قد وضحنا بأن ما أداة نفي ومحمد مبتدا مرفوع لمترفع الضم الظاهر إلى آخره، وإلا أداة حصر وقصر، ورسول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر إلى آخره. وبينا بأن صورة الاستثناء هنا أنه ناقص ومنفي، وعليه يعرض ما بعد إلا حسب موقعه في الجملة، وموقعه هنا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم. فيما بعد سؤال ثاني: أعرب على وجهين مختلفين ما تحت الخط في الجملة التالية: ما أنزلت الحافلة الركاب إلا شيخا. طبعا الصورة هنا أن الجملة جاءت تامة العناصر، الركاب مستثنى منه إلا أداة استثناء، وشيخا مستثنى، غير أن هذه الجملة منفية. إذن كيف يكون إعراب الاسم الوارد بعد إلا؟ طبعا إما أو يعرب على وجهين: إما أن يعتبر مستثنى منصوب، وإما بدل. جيد. وشيخا هنا إلا شيخا جاءت منصوبة في الحالتين، فالحالة الأولى مستثنى منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة إلى آخره، والحالة الثانية عندما نعتبره بدلا: ما أنزلت الحافلة الركابة، الركابة مبدل منه جاء منصوب، إذن شيخا بدل منصوب. إذن فجاءت منصوبة في الحالتين، الحالة الأولى مستثنى منصوب والحالة الثانية بدل منصوب أيضا لأن المبدل منه منصوب. هكذا نطوي أبنائي التلاميذ سجل المستثنى بإلا، ونعرج على الاستثناء بغير وسوى. ومع الأمثلة: الأمثلة: يفضل كثير من الناس التواصل الافتراضي غير الكبار، فيفضلون التقارب عبر الزيارات لأهميتها العاطفية. المثال الثاني: وقف التلاميذ احتراما للأستاذ سوى محمد. أبناء التلاميذ في الجملتين تلاحظون أيضا أنه حصل في الجملتين استثناء، لكن الاستثناء في هاتين الجملتين لم يكن بإلا كما تعودنا، وإنما كان بغير وسوى. وذكرت لكم في الحصة الفارقة الفرق بين إلا وغير وسوى. فإذا كانت إلا حرفا أو أداة فإن غير وسوى اسمان، فغير اسم وسوى اسم. ولذلك الآن سيقال كلام جديد في غير وسوى باعتبارهما اسمين. يفضل كثير من الناس التواصل الافتراضي غير الكبار، غير الكبار. فماذا سنقول عن غير؟ نقول عن غير اسم يفيد الاستثناء. كيف يعرب هذا الاسم؟ وهنا مبرك الجمل كما يقال، لأن في الحصة الفارقة وجدنا صعوبة في تحديد وتقلبات الاسم الوارد بعد إلا، بينما لم نجد هذه الصعوبة في إلا، فإلا أداة استثناء، وفي النهاية قلنا أنها أداة حصر وقصر. أما اليوم فإن التغيرات تحدث في أداة الاستثناء ذاتها، في أداة الاستثناء غير وسوى. وعليه
نقول يفضل كثير من الناس التواصل الافتراضي غير الكبار، فغير جاءت في هذه الجملة منصوبة. إذن أبنائي التلاميذ، بالنسبة للمستوى بغير وسواء، قلت عن غير وسواء أنهما يختلفان عن إلا كونهما اسمين، ومن ثم فإنهما يأخذان إعراب الاسم بالرفع والنصب والجر، وأعتقد أن هذه الأمثلة توضح الأمر أكثر. فنقول يفضل كثير من الناس التواصل عن طريق التواصل الافتراضي غير الكبار، وفي الجملة الأخرى ما يفضل كثير من الناس، كثير من الناس التواصل غير أو غير الكبار. وأيضا في الصورة الأخرى ما غاب عن الدرس غير الكسول. إذن كما تلاحظون أبنائي التلاميذ، فإن غير تأخذ عدة صور بالرفع والنصب والجر، وما يقال عن غير يقال عن سوى، إلا أن الفرق بينهما هو في ظهور الحركة في آخر الاسم من عدمها. فالحركة بالنسبة لغير تظهر، فنقول غير، ونقول هنا غير، ونقول في الجملة الأخيرة غير. سوى أيضا يصح الكلام أن نقول يفضل كثير من الناس التواصل سوى الكبار. ما يفضل كثير من الناس التواصل سوى الكبار؟ ونقول ما غاب عن الدرس سوى الكسول. إذن فما تفيده غير في الجملة تفيده السوى، وما يحدث لغير يحدث لسوى، إلا أن الفرق أن غير تظهر عليها الحركة الإعرابية، أما سوى فالحركة الإعرابية مقدرة لأنها منتهية بألف مقصورة، والألف المقصورة لا تظهر عليها الحركات الإعرابية للتعثر. فانتبه أبنائي التلاميذ جيدا، يفضل كثير من الناس التواصل غير الكبار. الآن لابد من تحديد صورة الاستثناء هنا، فنقول عن الناس بأنه مستثنى منهم. وماذا ستقولون أنتم عن غير؟ أكيد ستقولون أداة استثناء. وماذا ستقولون عن الكبار؟ تقولون مستثنى. وهنا ستقولون بأن الكلام جاء كيف؟ جاء تاما. إذن الكلام هنا جاء تاما. زيادة على تمامه، فإن الجملة ماذا؟ غير مسبوقة بنفي، إذن فهو تام ومثبتا، تاما ومثبتا. بما يذكرنا الآن هذا الكلام؟ يذكرنا بصور الاستثناء بإلا. جيد، إذا جاء الكلام في الاستثناء بإلا تاما مثبتا، كيف يعرب الاسم الوارد بعد إلا؟ يعرب مستثنى منصوب، يعرب مستثنى منصوب. طبعا هذا متى؟ في الاستثناء بإلا. في الاستثناء بغير، فإن هذا الإعراب ينطبق على غير، ينطبق على غير. ولذلك ماذا قال النحاة؟ قالوا تعرب غير وسوى كما يعرب الاسم الوارد بعد إلا. وننتبه جيدا، لو قلت لكم لو حذفنا غير ووضعت مكانه إلا، فسأقول يفضل كثير من الناس التواصل إلا الكبار. إلا الكبار، ماذا استطعنا الكبار؟ مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا الإعراب يسقط أو ينقل إلى غير، وهذا يصبح له إعراب ثاني سأعلن عنه فيما بعد. ولذلك تقول القاعدة كيف تعرب غير وسوى؟ يعربان إعراب الاسم الوارد بعد إلا. أعيد هذه القاعدة المختصرة، القاعدة الدالة دلالة واضحة على إعراب غير وسوى. كيف تعرب غير وسوى؟
يعربان إعراب الاسم الوارد بعد إلا. من يذكرنا بإعراب الاسم الوارد بعد إلا؟ طبعا يعرب الاسم الوارد بعد إلا على ثلاثة أو على ثلاث حالات. ما هي؟ وجوب النصب على الاستثناء، جواز النصب على الاستثناء واتباع البدلية حسب موقعه في الجملة. نفس الشيء، كيف تعرب غير وسوى؟ هنا جاء الكلام تاما مثبتا، إذا غير اسم منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، هذه الحالة الأولى. تعرب غير كيف؟ اسم منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. متى يكون هذا الإعراب؟ عندما يكون الكلام تام مثبت. كيف يعرب الاسم الوارد بعد إلا عندما يكون الكلام تام مثبت؟ اسم أو مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. انتبهوا إلى المشابهة. نذهب إلى الجملة الثانية. ما يفضل كثير من الناس التواصل غير الحالة الأولى رقم واحد هنا. كيف تعرف غير؟ اسم منصوب على الاستثناء. غير الحالة الثانية، كثير من الناس غيري، عفوا ليس غير، غيري بالجر، لأن غير هنا من الذي يفضل هنا التواصل؟ كثير من الناس لا يفضلون، من الذي يفضل؟ هو غير. فغير هنا كيف تعرب؟ بدل. هنا اسم منصوب على الاستثناء وهنا بدل، وهذا يذكرنا بالاسم الوارد بعد إلا، بأنه عندما يأتي الكلام تاما، يأتي الكلام تاما زيادة على التمام يأتي منفيا. عندما يأتي الكلام تاما ومنفيا فإن الاسم الوارد بعد إلا كيف يعرب؟ إما مستثنى منصوب وإما بدل تابع لما قبله. نفس الشيء بالنسبة لغير وسوى، إذا كان الكلام تاما منفيا فإنهما يعربان أو يجوز فيهما النصب على الاستثناء أو الإتباع على البدلية. الحالة الأخيرة، ما غاب عن الدرس غير الكسول. في هذه الجملة أبناء التلاميذ نلاحظ بأن المستثنى هو الكسول وأداة الاستثناء هي غير. مما تم استثناء الكسول؟ لا ندري. إذن فالمستثنى منه محذوف. كيف جاء الكلام؟ ناقص. الكلام جاء ناقصا، وزيادة إلى نقصانه فهو منفيا. فإذا كان الكلام ناقصا منفيا فإن غير وسواء يعربان ماذا؟ حسب موقعهما في الجملة. ما موقع غير هنا؟ موقعها أنها ما غاب عن الدرس غير الكسول. غير هنا إعرابها فاعل، فاعل. وتقدير الكلام ما غاب غير الكسول عن الدرس، ما غاب غير. وحتى إذا التبس الأمر نقول غاب، غاب غير، غاب غير الكسول. فغير فاعل. وهنا أبنائي التلاميذ يتبين لنا أن هناك ارتباطا وثيقا بين صور الاستثناء بإلا وبين الاستثناء بغير وسوى. فتقول القاعدة تعرب غير وسوى كإعراب الاسم الوارد بعد إلا، أي إذا كان الكلام تاما ومثبتا فإن غير وسوى يعربان اسمين منصوبين على الاستثناء، ويسميها النحاة بحالة الوجوب. يجب نصب غير وسوى على أنهما اسمان للاستثناء. الحالة الثانية، عندما يكون الكلام تاما منفيا فإنه يجوز، الحالة الأولى الوجوب والثانية الجواز، يجوز فيهما النصب على الاستثناء أو الإتباع على البدلية. الحالة الأخيرة، عندما يكون الكلام ناقصا منفيا فإن غير وسوى يعربان حسب موقعهما في الجملة. فقط أبنائي التلاميذ قلت ما يقال عن غير،
يقال عن سوى غير أن، سوى لا تظهر عليها الحركة الإعرابية. فغير هنا غير اسم منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لآخره. ويجب أن ننتبه إلى شيء مهم جدا أبنائي التلاميذ، وهو أن غير وسوى من الأسماء التي تلازم الإضافة. فبعد قولنا ما نريد قوله يجب أن نذيله وهو مضاف. غير اسم منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لآخره وهو مضاف. نقف عند هذا الحد. سوى لو هنا وضعنا سوى نقول سوى اسم منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر وهو مضاف. عندما نأتي إلى الجملة الثانية، إذا قلنا اسم منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وعندما نقول بدل تابع لما قبله وهو مضاف، وعندما نأتي إلى غير هنا ونقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر آخره وهو مضاف. جيد، لو هنا غيرنا غير بسوى فماذا سنقول؟ ما غاب عن الدرس سوى الكسولي. سوى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهور التعذر وهو مضاف. إذن فالكلمة التي تكررت في الإعراب حسب الوجوه العديدة هي قولنا وهو مضاف. ماذا تستنتجون؟ أكيد أنكم استنتجتم وما بعده مضاف إليه. ما بعده ماذا سميناه؟ المستثنى. المستثنى بغير وسوى. إذا كيف يعرب المستثنى بغير وسوى؟ دوما مضاف إليه. فغير وسوى كيفما كان إعرابهما مستثنى منصوب، بدل مرفوع، بدل مجرور، بدل منصوب، فاعل، مفعول به، خبر، كيفما كان إعراب هذين الاسمين وهما مضاف، وما بعدهما مضاف إليه. نستنتج الآن إعراب المستثنى بغير وسوى. كيف يعرب المستثنى بغير وسوى؟ واضح أبنائي التلاميذ من خلال الأمثلة ومن خلال الشرح، يعرب مضاف إليهما. وهكذا قال النحاة: إعراب المستثنى بغير وسوى يجر بإضافته إليهما. أبنائي التلاميذ، من خلال الأمثلة إليكم الاستنتاجات التالية. فقلنا إعراب غير وسوى، كيف تعرب غير وسوى؟ يعربان إعراب الاسم الوارد بعد إلا، بمعنى يجب أن نعود إلى الدرس السابق ونتمكن من الاستنتاجات التي توصلنا إليها. فكيف يعرب الاسم الوارد بعد إلا؟ يعرب مستثنى منصوب، ويعرب مستثنى منصوب أو بدل، ويعرب حسم وقائف الجملة. نفس الشيء، هذا الكلام ينطبق على غير وسوى، لا ينطبق على الاسم الوارد بعد غير وسوى. يجب أن ننتبه، ينطبق على غير وسوى في حد ذاتهما. فغير وسوى يعربان وجوب النصب، أو يعربان اسمين منصوبين على الاستثناء، متى؟ إذا كان الكلام تاما مثبتا. مثل: فهم التلاميذ الدرس غير المهمل. غير اسم منصوب على الاستثناء وعلامة النصب الفتحة الظاهرة آخره وهو مضاف، والمهمل مضاف إليه. اسمين منصوبين على الاستثناء أو بدل تابع لما قبله، متى؟ إذا كان الكلام تاما منفيا. مثل: ما قدمت اليوم طاعة لله غير صداقة على الفقير. فغير الأولى اسم منصوب على الاستثناء لأن الكلام تام منفي، وغير الثانية بدل منصوب أيضا وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، وفي الحالتين وهو مضاف، وصداقة مضاف إليه. حسب موقعهما في الجملة، متى؟ إذا كان الكلام ناقصا منفيا. مثل: ما فاز غير المجدي. غير فاعل مرفوع لا يضاف إلى الضم الظاهر الأخير وهو مضاف، والمجدي مضاف إليه. أما فيما يتعلق بالمستثنى بغير وسوى فله وجه واحد وإعراب واحد وثابت، وهو مضاف إليه مجرور. ولذلك تقول القاعدة: يجر المستثنى بغير وسوى بإضافته إليهما. إذا أبنائي التلاميذ، درس اليوم
رغم هذه الإطالة إلا أنه في جملتين. الجملة الأولى: كيف تعرب غير وسوى؟ تعرب غير وسوى إعراب الاسم الوارد بعد إلا. كيف يعرب المستثنى بغير وسوى؟ يعرب المستثنى بغير وسوى مضاف إليهما. والسلام عليكم. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.